أربع شراشيب. رجعنا لكم مره ثانيه النهارده في فقره الورشه. معانا الشغل زي ما انتم شايفينه مختلف ومميز جدا. دايما بنشوف الباتش ورك في القماش، نشوف قصائص القماش تتحط جنب بعض تعمل لنا قماشه ثانيه خالص، بس اول مره اشوف الخشب معمول باتش ورك، الخشب معمول زي البازل وزي الباتش ورك وباشكال هندسيه في الحقيقه حلوه قوي. اول ما شفته افتكرت واحنا اطفال صغيرين كنا بنلعب بالليجو وبالميكانو، كنا بنقعد نعمل حاجات زي كده، بس دي بقى معموله بطريقه طبعا فيها تقنيه صعبه. وهنشوف النهارده في الحقيقه مجموعه من الترابيزات مختلفه قوي، والميزه اللي فيها انها تمشي مع البيوت المودرن، تمشي مع البيوت العربي او الاسلامي، تمشي مع البيوت اللي فيها قطع انجليزي، يعني تمشي مع كذا حاجه وممكن تتوظف بكذا طريقه. اكتشفتهم ازاي؟ كنت في معرض تراثنا اللي كان بيجمع السنه دي اكتر من 1500 عارض بيعملوا منتجات مصريه في الحقيقه كلهم احلى من بعض. فاول ما شفت حاجاتهم قلت لهم ايه ده، انا عايز اوري الناس كلها المنتجات الخاصه بيكم. فقلت يجوا لنا النهارده في اربعه شادع شريف نشوف المنتجات الخاصه بيهم. وخلونا نرحب باستاذ السيد بنا ومهندس مسعد بنا. اهلا وسهلا بيكم. اهلا يا فندم. الاخوات الحلوين عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. مين الاكبر؟ انا سيد الاكبر. وفرق كبير؟ ست سنين؟ بس مش باين. طيب خلينا نبتدي باستاذ السيد بنا، بدايتك او شغلك الاساسي كان في مجال ايه؟ مقاولات. عندنا شركه مقاولات اصلا. شركه مقاولات بتبنوا عمارات؟ اه. طيب من شغل المقاولات لشغل زي ما انا عرفتكم في الاول وقلت ان انتوا عاملين قصائص الخشب مجمعينها وعاملين بيها اشكال هندسيه في الترابيزات شكلها حلو قوي. تمام. دخلتوا المجال ده ازاي؟ هو ليا شريك صاحب الفكره، هو اصلا شغلته بيعمل شغل نجاره، وعجبني بعض حاجات هو عاملها، فكره دخلت في دماغي عجبتني جدا يعني، فبدانا نطور فيها وكلمنا مع بعض في ان ليه ما تبقاش الفكره دي على مستوى مش على مستوى مصر، على مستوى عالمي. فبدانا ندرس الفكره ونقول نعمل منها ايه، حاجه ما حصلتش، ما اتعملتش قبل كده. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نجمع مجموعه خشب نادره شويه. الافكار برضو قدرنا الباشمهندس معانا قدرنا يعمل لنا شويه تصميمات. باشمهندس اخوك؟ اه. تعالى نروح له. اه. حضرتك مهندس ايه؟ مهندس مدني. مدني. طيب المهندس المدني او المهندس اللي بيبني مباني نفس القصه، بيجيب حاجات ويحطها فوق بعض فتدينا شكل المبنى. انت هنا جبت قصائص الخشب، انا هقول عليها قصائص الخشب، وجمعتها بالوان مختلفه في وكلها واخده نفس لون الخشب مش متلونه. تمام. وعملت بيها الاشكال دي، اشرح لي ازاي. هي فكره عموما يعني هي كانت في تنفيذها وان احنا نبدا نطورها. بعض الرسومات وبعض الاشكال تم وضعها يعني وتفكير فيها عشان الشغل اللي هيتعمل صعب يعني مش برضه عشان. طب انا عايز استفسر، الحاجات دي متجمعه مع بعض يعني متلزقه عاشق ومعشوق ولا متلزقه مع بعض؟ دي متلزقه مع بعض، دي عاشق ومعشوق بيسموها في الصنعه غنفاري. زي الارابيسك؟ الارابيسك كوايل خشب. هي يعتبر فكره الارابيسك ونوع منهم تاني نظام غنفاري، يعني قفل كده بيركب ما ينفعش يطلع لبره. يعني بيبقى كده خلاص يعني ما ينفعش، بيسموه حتى في الصنعه الغنفاري اللي هو ما
وما بتحطلهاش غيرها ولا حاجه؟ اتحط لها غيرها طبعا. اتحط لها غيرها؟ اه طبعا. عشان تمسك فيها؟ طبعا طبعا. هي الترابيزه كلها ما فيهاش مسمار، كلها ما فيهاش مسمار، زي الشغل بتاع زمان. طيب حضرتك في بعض الحاجات هنا عليها طبقه زي بلاستيك، ده ايه؟ لا ده بوكس. البوكس يعني فكره البوكس حطيناها معانا في المشروع. اه لان ده العادي، ده الطبيعي. ده البوكس اللي موجود اللي هو فيه الالوان اللي اخترنا زي الالوان اللي احنا عايزين نطور في المنتج. اه فتطوير المنتج بتبيعه حطم. ايه اكتر، بالايبوكسي ولا الخشب اللي من غير ايبوكسي؟ مين عليه طلب اكتر؟ لا الاثنين الاثنين. لا بس اكيد في حاجه حاليا دلوقتي الريزن الايبوكسي، لان الايبوكسي الناس كلها مهووسه بموضوع الايبوكسي ده. وبعدين هو بقى خلاص يعني اعتبر انا حنطت حته الخشب في ازاز. طيب عايز بقى عندي استفسار، الايبوكسي زي الترابيزه دي لو جي عليها سلكه، لو جي عليها ميه سخنه، او جي عليها حاجه ليمون او كده، الايبوكسي ده بيبقع او بيحصل فيه مشكله، نعمل ايه؟ يا اما هيجي لي الورشه، هيبعتها لي الورشه. اعملها له، يبعت له صنايعي لغايه البيت عنده، اصلحها له عنده. اوكي. ما فيش اي مشكله خالص فيه. اوكي. بيتلمع زيه زي شغل الخشب تاني. زي شغل الخشب. اه. اصل احنا حاجه في الخشب بتبقع، بيجي لنا حاجه بنجيب له استورجي. بيحصل كده. فانتوا هتبعتوا لنا ساعتها نفس الفكره بالظبط. طيب احنا كمان في حاجه مميزه جدا في شغلكم، ان انتوا عاملين حته النحاس اللي عليها اسم البراند والايميل، اعملوا لنا كلوز عليها. عشان دي برضو انا بحب اي منتج مصري، بس هي مش مكتوب عليها صنع في مصر. هنحط عليها صنع في مصر، دي اهم حاجه. ميد ان ايجيبت اهم حاجه عندنا، ان يبقى كل حاجه مكتوب عليها صنع في مصر. طيب عايز اعرف بقى الكشفوهات اللي ورايا، الفازات دي ايه؟ ده كل ده متجمع؟ اقول لكم ان هو الملمس بتاعه ناعم جدا، عمرك ما هتحس ان دي قطع خشب. ده ما فيهوش ايبوكسي؟ لا ما فيهوش خالص. لا اوكي حلوين جدا. انا مهتم بالكواليتي عشان خاطر نوصل للملمس اللي انت حضرتك قلت عليه ده. الملمس ان تحس ان ما فيش اي فرق في الخشب يحسسك ان ده حته قص جنب بعضها. صحيح صحيح. بنحاول نوصل للكواليتي ده. طيب اي حد عايز يتواصل مع الاساتذه معايا، المشروع الخاص بيهم، الفيسبوك والانستجرام موجودين على الشاشه. اي حد كمان من المصريين او العرب اللي شايفيننا برا مصر، هم عندهم استعداد للتصدير هذا المنتج بكميات، عندهم انتوا ورشه ولا مصنع؟ مصنع صغير. مصنع صغير. مصنع صغير. اوكي. فهم عندهم استعداد انهم يصنعوا كميات من الشغل الحلو اللي احنا شايفينه ويصدروه لاي مكان في العالم. اللي هناك دي اللي على الارض دي، مهندس مسعد، ايه الحاجات اللي على الارض دي؟ ده شغل تقطيع الخضروات وال السلطه والمطبخ. والله للمطبخ. حلوين قوي بصراحه، حاجه كويسه جدا يعني. شكلهم حلو قوي بصراحه. وهنا برضو في ورا في الكونسول، ده كونسول يعني مش بس ترابيزات، انت ممكن تعمل اي حاجه. لا كونسول تمام، كل حاجه. والترابيزه دي ممكن تنفع تبقى كبيره، تبقى ترابيزه سفره او كده. طبعا. اوكي. انتوا النهارده شرفتوني، نورتوني، ميرسي جدا ليكم. شفنا منتج مصري معمول بايدين مصريين، وفي فكر مختلف جدا، وزي ما قلنا كده في البدايه يليق مع البيوت، سواء بيوت مصيف ممكن، البيوت المفروشه مودرن كلاسيك، يليق على اغلبيه البيوت. خلونا بقى نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم. عندنا فاشن شو مع مصممه الازياء بتجينا مخصوص من بورسعيد، عليا الخضيري. خليكم معايا لو سمحتوا.